طريق التنمية يفتح شهية دول المنطقة وشركائها الدوليين لإنشاء مسارات جديدة لسلاسل التوريد العالمية. المشروعان الصيني والأمريكي، الحزام والطريق والممر الاقتصادي على التوالي. العراق في قلب نقاط التخزين والنقل لكلا الطريقين. فرصة العراقية أكبر من بقية المعابر، خاصة إذا ما أحسننا إدارة الملف مع الجانب التركي، باعتبار أن شرق الاتحاد الأوروبي يميل إلى الممر العراقي. وجود قناة السويس كمنافس بالتأكيد لن تنقطع التجارة العالمية بين العالم وقناة السويس، لكن من الممكن أن ينجح العراق في سحب ما لا يقل عن 99 مليون طن سنويا من خلال ميناء الفاو. موقع العراق يمنح طريق التنمية الأفضلية على الممر الاقتصادي المار من سواحل الخليج إلى البحر المتوسط، الوصول برا إلى أوروبا الشرقية، هدف آسيوي. يحاول العراق من خلال هذا الطريق أن لا يصبح ممر ترانزيت، وإنما من خلال إنشاء المدن الصناعية على جوانب هذا الطريق. إضافة إلى ذلك يتطلب الأمر إنشاء عدة طرق جانبية اللي هي راح تشمل السعودية وإيران وكذلك خط العراق حلب. استراتيجية التنمية الاقتصادية الدولية، ضمان سلاسل الإمداد ذات التكلفة المنخفضة. طريق التنمية يحقق معاييرها، شبكة خطوط السكك وممرات الشاحنات المقر تنفيذها تعزز التبادل التجاري عالميا. حازم الشرع، العراقية الإخبارية، بغداد.